حبيبتي فروحتي، هذا الفتور جاهز. ايش ذا ايش ذا ايش ذا؟ هذا اللي الله يقدرك عليه؟ ليش فيها قلبي؟ فطور والزينة نفطر انا وانتي. طب قول خل ناكل كورن فليكس، مو فطور. هذا فطور صحي انتي، وش مشكلتك الحين يا متحلى؟ قل الحمد لله على النعمة. الحمد لله، بس هذا ما هو فطور، الفطور هو كبدة، بيض، فلافل. جالس مع ديناصور انا تفطرين كبده الصبح يا بنت الحلال؟ هذا زين صحي. بعدين ترى المساله بسيطه، ترى اجيب لك توست الحين وملعقه وجبن وانت تشتغلينهم. لا لا خلينا، يعني ايش نرمي؟ ما ادري. طيب وانا اعطيني لك نعم يا صبحي، وش عندك؟ الله يكرمك، انا جاي اصبح عليك واسلم عليك بس. والله الله يسلمك الله يسلمك. يعني بس بعد اذنك، يعني انا عندي طلب، يعني هو مش طلب، يعني طلب، يعني هو رجاء، يعني مش رجاء، يعني بنفس موضوع الرجاء، لكن يعني انا بتامل يعني اللي حاجه اقولها له ازاي دي. طيب اقولها له ازاي دي؟ انا عندي بتاعتي عندك، انا عايز اخد البتاعه بتاعتي من عند حضرتك، يعني عندي طلب عايز اطلبه من عندك بعد اذن حضرتك يا فندم. ما عندي شيء لك، ما عندي شيء. لا 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 بس كده يا استاذ، بس يا سعاده الباشا، بس كده يعني اسم. ترى ما لك فاضي لك، انا تقول لي بس وما بس وما بس. عندك شيء ثاني مهم في العمل ولا قم انقلع؟ انا عندي شويه ورق، هقوم انقلع هقوم انقلع. اجي لك امتى بعد ما انقلع عشان اكلمك في الرجاء؟ لا تجيني الا في عمل، في شغل شيء مهم. قم. يا السلام عليكم. هلا. يا ويلي ولا شاده شاده بطه يمه، شاده رياضه رياضه اليوم تعب. وجهي هلا يمه، اسم الله مبين عليك شاده وجهك مثل النوم.